تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اليوم اتصالا هاتفيا من معالي السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك دعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم وعلى الأمتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات